إذا أردت أن تأوي إلى فراشك فانظر أين آخر العهد الذي قضيته. إذا أويت إلى فراشك فانظر آخر شيء وصلت خرجت منه قبل أن تصل إلى فراشك. فإن كان الذي آخر العهد شيئا يرضي الله فأنت على خير عظيم، وإن كان غير ذلك فتدارك نفسك. قد تجلس مع زملائك تتحدثون في الدنيا ولا حرج، قد تسمر مع زوجتك مع أبنائك، لكن اجعل آخر العهد بالدنيا قبل أن تنام شيئا يحبه الله ويرغب الله فيه ويرغب الله فيه. اجعل عند فراش نومك سجادة مصلى زاوية تعرفها من نفسك، إذا رأيتها لا تذكرك إلا بالصلاة. فقبل أن تضع جنبك على مضجعك صلي لله ركعتين، ولو كنت قد بيت أن تقوم الليل. لا تجعل قبل النوم عهدا آخر العهد إلا بشيء يحبه الله. إن لم تكن قادرا على الصلاة فاعقد أناملك بالتسبيح، أو افتح المصحف واقرأ منه، تصدق قبل أن تدخل دارك. اجعل الطاعة آخر عهدك قبيل النوم، لأن النوم موتة صغرى. فلو قدر أن تلك الروح قبضت وأنت نائم، فعلى الأقل تحاج الله بهاتين الركعتين، تحاج الله بهذا الذكر، تحاج الله بالقراءة من المصحف، يكون الله قد هيأك كيف تلقاه. الله إذا أحب عبداً أعانه كيف يلقاه جل وعلا، إذا أحب عبداً أعانه كيف يلقاه جل وعلا، يجعل خاتمته خاتمة طيبة. ختم الله لي بكم ولي بكم، لا ختم الله لي ولكم بخير.